سبوتيفاي عم بتوقع عقد حصري مع جو روجن الشهير بقيمة 100 مليون دولار للي ما بيعرف جو روجن هو مذيع بودكاست مشهور جدا على العديد من المنصات ومنها اليوتيوب أيضا برنامجه اسمه The Joe Rogan Experience وبيستضيف فيه كبار الشخصيات مثل ألون ماسك اللي هو مؤسس شركة تسلا وسبايس اكس ويطرح ببرنامجه مواضيع جريئة جدا وصريحة ولديه حوالي 8 مليون مشترك في قناته عبر اليوتيوب، وبعض الحلقات وصل عدد المشاهدات فيها ل 13 مليون مشاهده، والعقد ينص على ان البودكاست سيصبح متوفر على منصه سبوتيفاي من الاول من سبتمبر من هذا العام، وفي نهايه السنه رح يصبح حصري جدا على سبوتيفاي، وطبعا مع هذا الاعلان ارتفعت اسهم سبوتيفاي 13 لا يصل قيمة السهم إلى حوالي 17 دولار، ومعه ارتفعت أيضا قيمة شركة سبوتيفاي. طبعا هيك نوع من الاخبار رائع جدا لمحبي البودكاست واذا فعلا اشتغل الواحد على البودكاست وحط مجهود فيه وبالمحتوى قد يصل لمرحله اللي بيوقع فيها عقود مع شركات كبيره مثل سبوتيفاي وغيرها ولكن ما ننسى انه هيك قصص مثل جو روجن وغيرها اخذت مجهود وسنوات لتصل لما هي عليه الان